اهلا اهلا وسهلا، نتعرف مع بعض على هذا المايك. المايك اسمه سيرامونيك بلينك ام اي. اعرف اغلبكم ما بيكمل الفيديو، فاقول لكم المايك باختصار صوته جميل. وهذا انا اسجل منه حاليا الفيديو هذا بالكامل، وسويت لكم مقارنه سريعه جدا بنشوفها نهايه الفيديو مع احد افضل المايكات الموجوده في السوق، وهو مايك دي جي اي. داخل العلبه والشنطه كل هذه الامور، كل شيء تحتاجه حاطين لك، يعني اشياء كثيره. المهم عندك المستقبل مع المايكات وعددهم 2، وحامل للهاتف وكيبلات، والباقي مغناطيس مغناطيس واقي مغناطيس. حجم المايك يعتبر صغير نوعا ما، وشكله مختلف عن البقية، واعتقد انيق وبدون زحمة اسم او لوجو الشركة المصنعة، وفي حركات ثانية حلوة. من تطبيق ممكن تخصص خلفية باسمك او اي تصميم عندك، ممكن تحط صورتك او اللوجو اذا حبيت. وبعد في اشكال كثيرة جاهزة ممكن تستخدمهم. واحد الاشياء المميزة الموجودة زر مخفف الضوضاء، وبعد عندك تسجيل داخلي للمايك مباشرة، وتقدر تسجل بجودة 24 بت، وهذه تعتبر جودة عالية جدا، وتقدر تسجل من مسافة 100 متر. وهنا التجربة السريعة بين هذا المايك ومايك دي جي اي، وعد انتو احكموا من الافضل. هاي تجربة مايك الدي جي اي، تشوفوا المسافة اللي انا مخلينها حاليا، ومنقص الجين في المستقبل الى 0. فما اعرف اذا تسمعوا صوت المحيط، تسمعوا صوت بوضوح ولا لا. برجع الحين شوية للخلف. طبعا الاماكن المفتوحة دائما الحياة حلوة. ما اعرف اذا تسمعوا صوت السيارات. زين، شوفوا هالمسافة كيف جدا بعيدة، والتصوير من مسافة بعيدة، والمايك شغال، أموره طيبة. مفترض صوتي ما تغير لأن المكان أصلا مفتوح هنا بالكامل. وهذا يا شباب مايك الدي جي اي. الحين بغير وبركب المايك الثاني اللي هو المايك اللي بنتكلم عنه اليوم. الحين ضبطنا الجين في الكاميرا وضبطنا الجين في المايك الجميل هذا. أنا برجع الحين للخلف بس عشان نفس الشيء تسمع الصوت والمحيط والضوضاء اللي موجودة. الأماكن المفتوحة المفترض ما عندكم أي إشكالية. بعد بنروح مسافة بعيدة، أنا ممكن أروح لآخر المسافة بس عشان الفيديو ما يكون طويل ممل، فأنا برجع لكم الحين. أنا مفعل النويز ريدكشن، ما أعرف إذا صوتي تمام ولا لا، ونفس الشيء موضوع الضوضاء تسمعوا كثير أو لا. الحين بسكر النويز ريدكشن. يلا سكرنا النويز ريدكشن، والحين عندي الصوت اللي تسمعوه بدون تخفيف للضوضاء. واحدة من الأشياء اللي دائما استخدمها ان اخفف الضوضاء في برامج التحرير، لكن مدام هذا المايك فيه هذه الخاصية، ونفس الشيء اذا كانت شغالة زين بضغطة زر بامكانك تضبط هالموضوع من المايك. كيف الصوت؟ صوت عجيب، تمام.